شرم الشيخ من الاماكن اللي فيها اكتر من مكان لحارات بالعجل. انا الطريق اللي ورايا هناك ده طريق الدائري، واللي تحت هناك خالص ده طريق السلام. فانا هنا في الطريق اللي في النص، انا مش متذكر اسمه بالظبط، تقريبا كان اسمه ابن سينا او حاجه زي كده. فالطريق فيه حاره للعجل، يعني في حارات للعجل، بس طبعا الطريق لسه مخلص. ده الطريق الرئيسي، وده طريق تقريبا طريق خدمه، يعني طريق فرعي. وفوق على الرصيف بقى نفسه في حارة للعجل. فتقريبا شرم من الاماكن القليله اللي فيها حارات للعجل فوق الرصيف مش تحت، زي الحاره بتاعت العجل اللي في المعادي في دجله. الحاره اللي في المعادي تحت الرصيف، انما هنا الحارات فوق الرصيف. ده تاني طريق للعجل في شرم. زي ما انتم شايفين افتتح في 25 ابريل 2015، يعني تقريبا من سنتين، وافتتحوا اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. هو غالبا افتتحوه يوم 25، لان عيد تحرير سيناء يوم 25 ابريل، فغالبا ده كان بسبب الاحتفال. فزي ما انتم شايفين الحاره برضو، ده حاره للعجل او طريق مخصص للعجل برضو فوق الرصيف. انا شايف ان في ميزتين في ان الطريق يبقى فوق الرصيف. اول ميزه ان فرصه ان العربيه تخبط العجله قليله جدا، لان هو فوق الرصيف مش جزء من الطريق. وتاني نقطه ان مش سهل ان العربيات تركن في الحاره بتاعت العجل، يعني زي الطريق بتاع دجله تاني يوم يعني اتعمل بالليل، تاني يوم الصبح العربيه كانت راكنه فيه، لان هو جزء من الطريق. انما لما بيتعمل فوق الرصيف ما بيبقاش سهل للعربيات انها تركن فيه، لانه مش جزء من الطريق. زي ما انتم شايفين اهو شرم سايكل، شرم سايكل. الطريق ده ممتد، احنا في حي النور هنا، في على طريق السلام عند حي النور. والطريق ده غالبا ممتد لحد خليج نعمة اعتقد، لان انا جربته السنة اللي فاتت مشيت عليه. ف هو اخره عند خليج نعمة، اخره عند جنينة مول، او يعني قريب جدا من خليج نعمة، فده النهاية بتاعته. الجميل دايما ان في التقاطعات في زي عمودين كده، اللي هم العمودين دول، ده بيدل ان في تقاطع، يعني الحته دي عشان لا الواحد هو سايق ياخد باله ان ده ممكن عربيه تعدي او حاجه. والناحيه الثانيه برضو في عمودين، واحد على اليمين، ايوه واحد على الشمال اهو. هل في ناس بتستخدم العجل في شرم الشيخ؟ في واحد اهو سايق العجله، ولكن ما بيستخدمش الطريق بتاع العجل اللي انا ماشي عليه، هو ماشي بره على الطريق السريع. في واحد اجنبي لسه معدي حالا مستخدم الطريق اهو، سايق العجلة على الطريق هناك اهو. انا دلوقتي هنا في ثالث منطقة فيها مسار عجل او طريق مخصص للعجل. انا في منطقة اسمها نب في اخر شرم، وزي ما انتم شايفين ورايا مكتوب اهو بايكنج واي، طريق للعجل، الطريق اللي هو لونه احمر ده. كل الطريق ده مخصص للعجل، وبرضو لثالث مرة بقول الطريق بتاع العجل فوق الرصيف. فانا بحيي بصراحة اللواء خالد فودة ان هو عامل الطرق فوق الرصيف. ومش معنى ان هو عامل الطرق فوق الرصيف ان هو لغى المشاة، لا، طريق العجل اهو وطريق المشاة اهو، فالاتنين موجودين. حتى النزلات موجودة، يعني النزلة من فوق لتحت، عشان ده زي تقاطع كده العربيات بتخرج من هنا، فحتى النزلات معمولة كلها. انا في الحقيقة بتمشى بقالي شوية كتار عشان اعرف الطريق يعني طوله قد ايه. ودي رابع يافطة اعدي من عليها، مكتوب عليها بايكنج واي، فالطريق طويل جدا. يعني هو في حتت وانا بتمشى كانت مكسرة سنة كده، بس اغلب الطريق، يعني ممكن نقول مثلا 95% من الطريق كله بلاط كده ونضيف، ومفيش حد راكن عليه. في زي قرية بتتبني هنا، فالمنطقة دي كلها فيها زي عربيات بقى نقل وحاجات كده، فباقي يعني في جزء من المسار مش موجود، وطبعا في هنا زبالة شوية كده، بعد كده باقي المسار موجود هناك اهو. يعني الطريق لسه مكمل، انا كنت فاكر ان خلاص كده خلص لما لقيت المنطقة اللي هناك دي كلها فيها عربيات نقل وحاجات كده، ولكن طلع ان ده بس فندق بيتبني، فشالوا الرصيف بكل حاجة عليه.